السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة جميلة جدا من أركي سوفت تولز، أداة مجانية اسمها اكسبورت سكادول. ده عبارة عن إيه؟ إن أنت تفتح السكادول اللي أنت عايز تصدره، وليكن مثلا السكادول دوت، ومظبط الإعداد بتاعته وكل حاجة. فبتيجي هنا على الأركي سوفت تولز وتقول له اكسبورت سكادول. الله، طب موجودة في الريفت؟ لأ، الجميل إن هو بيصدر للإكسل على طول، التاني بيصدر سي اس في وتفتحه والحاجات دي كلها. فلما هنا بتصدر اكس ال اس اكس، ده بيتفتح على الاكسل على طول، وبيخش بالاعدادات اللي هي بتاعت الالوان والكلر وكل الحاجات ديت. يعني ممكن تظبط كل الالوان وكل المسافات وكل حاجه في السكادول هنا وتصدره على الاكسل على طول. العادي هو بيصدره على الملف تكست عادي بسيط خالص، فحتى لو انت ظبطت اي شكل كل ده بيتلغي، هو بس بياخد التكست الموجود، المسافات اللي انت بتظبطها بين ده وده كله بيتلغي. فالاداه دي ممتازه جدا وسهله الاستخدام. كل اللي عليك ان بدل ما انت بتروح لفايل وتقول له اكسبورت وبتاع، بتقول له اكسبورت سكادول وتصدره كاكسل.